الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الخلق والمرسلين. ثم أما بعد، أبنائي طلاب الصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي، أحييكم تحية طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشرف أن أكون معكم اليوم في درس من دروس اللغة العربية، الدرس الثاني، ألا وهو منبع السحر في القرآن الكريم. بداية، يبدأ الكاتب صدر الموضوع بالتساؤل عن سبب ذلك التأثير القوي للقرآن الكريم على سامعيه، وكيف أخذ القرآن الكريم بآياته وألفاظه، أخذ بعقول وقلوب أهل مكة وغيرهم رغم كفرهم وصدهم عن الإسلام. ولعلنا نتساءل الآن عن منبع ومصدر هذا السحر وذلك التأثير العظيم في النفوس، فهل يا ترى كان مصدر هذا التأثير والسحر الذي أخذ عقولهم، هل هو اشتمال تلك السور الأولية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة؟ هل هي العلوم الكونية أو النبوآت الغيبية أو التشريعات المحكمة التي احتوتها آيات القرآن الكريم؟ والجواب عن ذلك كله بالطبع لا، فأوائل السور التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بداية من سورة العلق، والتي تناولت خلق الإنسان، ثم سورة المزمل، وتلتها سورة المدثر، تلك السورة التي استمع لها الوليد بن المغيرة وهو من هو في كفره وصلفه وعلو منزلته، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى تلك الآيات، فتغير وجه الوليد بن المغيرة بعد ما سمع تلك الآيات. ولعلنا نتساءل إذن ما مصدر ذلك التأثير القوي الذي تصلب بعد سماعه الوليد، حتى أنه قال بعد أن استمع إلى تلك الآيات وهو من هو في صلفه وإعراضه: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هكذا كان رد فعل الوليد بن المغيرة لما استمع إلى آيات سورة المدثر. إذن فما مصدر ذلك السحر الذي أخذ عقله؟ ما مصدر ذلك التأثير القوي الذي شد لبه وقلبه؟ إنما يكمن هذا التأثير وذلك السحر في النسق القرآني المحكم الفريد نفسه، لا في نبوآت غيبية أعلن عنها القرآن، ولا في علوم محكمة، ولا في تشريعات، لكنه ذلك النسق الذي يبين اتساق ألفاظ القرآن وتناسبها وروعتها وتأثيرها الكبير في النفوس والعقول. ولنبدأ الآن مع عرض بعض الأسئلة الخاصة بالفهم والاستيعاب. إذا قررنا هذه الفقرة وأردنا أن نستخرج أو نضع لها عنوانا مناسبا، الفقرة تقول: يجب أن نبحث عن منبع السحر في القرآن الكريم قبل التشريع المحكم، وقبل النبوءة الغيبية، وقبل العلوم الكونية، وقبل أن يصبح القرآن وحدة متكاملة
تشمل هذا كله. فقليل القرآن الذي كان في أيام الدعوة الأولى كان مجردا من هذه الأشياء التي جاءت فيما بعد، وكان مع ذلك محتويا على هذا النبع الأصيل الذي تذوقه العرب، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إذا أردنا أن نضع عنوانا لتلك الفقرة، فالعنوان الأنسب إما أن نقول إعجاز القرآن أو مصدر أو منبع السحر العظيم. ننتقل إلى السؤال الثاني، والذي يقول: استخلص هدف الكاتب أو هدف الكاتب من النص، ولعل الهدف واضح وضوحا كبيرا عندما عرضنا لي صدر الموضوع. أراد الكاتب بذلك أن يؤكد على أن مصدر السحر في القرآن والتأثير هو النسق القرآني ذاته. أما الهدف الثاني الذي ذهب إليه الكاتب فهو دعوتنا جميعا كمسلمين إلى أن نتأمل في القرآن الكريم ونتدبر في معانيه وجميل ألفاظه. فإذا كان الوليد بن المغيرة قد تأثر تأثرا كبيرا بألفاظ القرآن وكلماته، فأجدر بنا نحن المسلمين أن نتأمل آيات القرآن وأن نتدبر معانيه، لا أن نمر عليها مرور الكرام. السؤال الثالث يقول: وضح طريقة الكاتب في التمهيد للوصول للهدف. ولعلنا عرضنا في ذلك أن الكاتب كان يحلل ويدقق في أسباب السحر العظيم والتأثير القوي للقرآن في قلوب سامعيه، فيعرض الكاتب بالتحليل والدرس. لذلك فرأى الكاتب أن قوة تأثير القرآن الكريم على العرب إنما ينبع من نسق القرآن الكريم ودلالاته العظيمة. السؤال الثالث والخاص بالثروة اللغوية يقول: السؤال: وضح معاني الكلمات أو المفردات الواردة في الموضوع فيما يأتي المخطوطة. عندما تقول التشريع محكم أي متقن، السحر الذي علاه كاملا مختفيا، رد الأمر إلى نصابه إلى أصله ليتجاوز بطغيانه أي يتعدى. فالتهديد يأتي في إبانه أي في وقته، ربما يلوح في أول الأمر أي يظهر ويتضح من الداخل، متناسقة منسجمة ومتآلفة، صميم النسق النظام والترتيب. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الأخير فيما يخص الفهم والاستيعاب، بين المقصود بما يلي: التشريع المحكم، العلوم الكونية، النسق القرآني، وسجع الكهان. التشريع المحكم هو جملة الأحكام والقواعد التي سنها الله تعالى لعباده، والتي جاءت وأنزلت على نبيه الكريم لتنظم الحياة وتنظم الدين والدنيا. النسق القرآني هو ترتيب الآيات في نظام يجمع كل آيات السورة في وحدة متكاملة، فهو نسق متساو يربط بين فواصله تناسق داخلي دقيق. ولعلنا نذكر الآن الفارق الكبير بين النسق القرآني وسجع الكهان. فسجع الكهان هو عبارات لا رابط بينها وفواصل متناثرة ليس بينها اتساق. ولعلنا نذكر مثالا على ذلك لمسيلمة الكذاب، والذي ادعى النبوة بعد وفاة النبي وجمع الناس من حوله وقال لهم أنه ينزل عليه قرآن من السماء كما كان ينزل على محمد. ولتسمع الآن إلى بعض ترهات مسيلمة التي كان يضحك بها على عقول الناس من هذه الكلمات التي تعد سجعا كسجع الكهان، عندما يذكر في رواياته فيقول: والطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا. هكذا كان يقول مسيلمة.
وفي قوله أيضا إنا أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح، ولعله من المضحك بمكان أن يسمي هذا قرآنا. هكذا كان سجع الكهان عبارات وجمل متناثرة ليس بينها رابط ولا معنى يجمع بينها. العلوم الكونية ويقصد بها ما ذكره القرآن عن الكون بشكل مفصل قبل أن يتم اكتشافه، من قبيل عالم الفضاء والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها من تلك العوالم الكثيرة. أبنائي الأعزاء، السؤال الثاني يقول: وضح رؤية الكاتب لسحر القرآن وأدلته عليها. يرى أن سحر القرآن يكمن في النسق القرآني وما فيه من تناسق في تصوير الحالة النفسية وإيقاع الفواصل القرآنية. وأدلة الكاتب في ذلك: السورة الأولى سورة العلق، والتي تخلو من وجوه الإعجاز التشريعي والعلمي والغيبي، ومع هذا كانت تؤثر في نفوس العرب مثل سورة العلق وسورة المدثر. ننتقل إلى الثروة اللغوية، الكلمة ومفردها والكلمة وجمعها، زبانية زاب، والفواصل مفردها فاصلة وفاصل، مناقب مفردها منقب ومنقبة، فليدع نادية جمعها أندية ونواد، ناصية وجمعها نواصي، والكهان ومفردها الكاهن. إلى هنا أحبتي نصل إلى ختام هذا الدرس لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي مجددا في حلقة أخرى ودرس جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا من كل سوء وأن يقدر لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.